وزير الأوقاف دكتور محمد مختار الجمعة قال إن الوزارة بدأت في إنها تقنن أوضاع الكتاتيب، وده هيحصل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على التجنيد المبكر لحساب الفكر المتطرف. وقال الوزير إن احنا مش هنسمح بالتدريس أو فتح الكتاتيب لأي حد عنده أفكار أو انتماءات سياسية، وهنعيد فتح الكتاتيب للي مش من باب تجديد الخطاب الديني فقط، لكن للتنوير وللفكر وإعمال العقل. معي على تليفون فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، فبرحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. يعني برضو نفهم إيه خطة الوزارة فيما يتعلق بالكتاتيب؟ يعني هل أولا إحنا عندنا حصر بالأعداد، مين اللي عنده انتماء سياسي أو فكر متطرف وبالتالي لن يسمح لي بأنه يكون موجود في أي كتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الحقيقة الكتاتيب جزء لا يتجزأ ومن خصوصيات وزارة الأوقاف، كما أنه يعمل أيضا كتاتيب مخصصة لمشيخة الأزهر الشريف. لدينا نحن مجموعة كتاتيب، والتضامن الاجتماعي كمؤسسة وطنية كمؤسسة تابعة للحكومة تعطي تراخيص للجمعيات الأهلية. الجمعيات الأهلية من ضمن أنشطتها نشاط التحفيظ، تحفيظ القرآن الكريم. احنا ولله الحمد والمنة من 3 سنوات ونحن سيطرنا تمام السيطرة على كتاتيب وزارة الأوقاف. الأزهر طبعا له كتاتيبه وهو مسؤول عنها وعن تنقيتها، أما الكتاتيب التي بين ولا تبع الأوقاف ولا واخدة ترخيص من التضامن، دي موقفها، وبرضو عندنا حصر بعددها علشان نتكلم شوف هنعمل معها إيه. لا، احنا عندنا الكتاتيب الخاصة بالجمعيات الأهلية. الجمعيات الأهلية من ضمن أنشطتها كتاب. هذا الكتاب كان مرحلة فراغية هلامية بعيدة عن الرقابة وبعيدة عن أعين أحد. احنا بالتنسيق وبروتوكول بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن تم وقف جميع الكتاتيب السابقة، وأرسلنا لوزارة التضامن أن احنا نحتاج مراجعة الكتاتيب والمحفظين والذين الدارسين داخل هذه الكتاتيب، وأرسلت لنا وزارة التضامن مجموعات متفرقة. أجرينا لهم اختبارات في المحافظات 27 إقليم، كل محافظة أجرت اختبارات عندها. هذه الاختبارات أسفرت عن 260 في الدفعة الأولى، ال 260 مكتب تحفيظ ومحفظ. طب انا هقول لحضرتك على حاجه يا فضيله الشيخ، وتم استخراج كرنيهات لهم. لا انا بتكلم على حاجه حضرتك، يعني انا كان معايا فقره لبنت يعني صغيره في السن، واحتفل باباها بانها ختمت القران على يد احد المشايخ في الكتاب. وأنا بناقشهم هنا في الاستوديو، الأب قال لي إنه في القرية عندهم، وقرية صغيرة قوي، قال لي فيها حوالي 1000 كتاب، فهل الألف دول كلهم يا إما تضامن يا إما أوقاف، ولا زي ما هو قال لي برضو في كتاب مجرد شيخ حد بس حافظ القرآن وربنا من عليه بالنعمة دي ففتح كتاب، أو في بيته بيحفظ الولاد، فهل أنا أقدر أبقى مراقبة وعيني على كل الكتاتيب اللي يعني خارج إطار القانون وخارج الأوقاف أو التضامن؟ ده سؤالي يا فضيلة الشيخ. سؤال حضرتك وجيه، والكتاب هذا يعتبر فصل دراسي زيه زي فصول الدراسية في المدارس، لابد له مواصفات، لابد أن يكون جيد التهوية في مكان ملحوظ ومنظور للجميع تحت العين ومراقب، ولانه لا يمكن ده هو ساعات كتيره بديل عن المدرسه يا فضيله الشيخ طه. يعني بيقول مثلا احنا عندنا في البلد ممكن ما يبقاش رايح المدرسه ولا بيقرا ولا يكتب، لكن رايح الكتاب، يعني الكتاب ده ويقول لك ده غير الاميه، احنا عندنا كده كانه اتعلم انه رايح الكتاب يبقى خلاص. ايوه انا بقول لحضرتك مش بديل عن المدرسه، لا الناس دي لا انا بقول لحضرتك ان وجهه النظر الثانيه ان في قرى كتيره الكتاب اهم من المدرسه، ما يوديش ابنه المدرسه لكن يوديه الكتاب، فده الاهميه والخطوره. هذا الكتاب الذي تتحدثين عنه إما أن يكون تابع الأوقاف، تابع الأزهر، أو تابع التضامن. يا فندم، دي مؤسسات الدولة اللي هي لها كتاتيب رسمية، أما كتاب داخل شقة داخل بيت هذا بعيد عن الرقابة وبعيد عن الملاحظة. ولا يمكن أبدا أحد، يعني إحنا بنحذر أنه أحد يدفع بأبنائه أن يكونوا في شقق أو في أماكن مجهلة لا يكون تحت السيطرة وتحت العين، لأن التلميذ الصغير هذا
يعني لا تعلمين ماذا يدرس له وماذا يوجه له. يعني مش ممكن ابدا يكون كتاب في شقه مغلقه بعيده عن رقابه الدوله وعين الدعوه. وحضرتك ابنك من الافضل ان توديه كتاب يكون تحت ملاحظه الدوله ورقابتها، ولا كتاب مجهول يكون في شقه تحت محفظ او شيك او انسان يعلمه اشياء معينه داخل التحفيظ. يعني الاسم محفظ للقران ولكن ممكن يبرمجه برمجه بعيد عن. طب وانتوا هتدوا له الترخيص يعني يبقى معاه مثلا كارنيه يعني حاجه تثبت انه معتمد من قبل حضراتكم؟ لابد ان يكون. احنا عندنا في حاجه اسمها الوقف الخيري، وقف على تحفيظ القران الكريم. يعني الاوقاف جزء من الاموال التي من فائض ريع الوقف ان تكون لحق القران الكريم، فلذلك احنا ندفع لهم من اموال الوقف. فلذلك هم يخضعون لرقابتنا، رقابه وزاره الاوقاف. بس كده العدد، اسمح لي، العدد او الكم الاكبر هو البعيد عن الرقابه او ما اقدرش ان انا احط ايدي عليه. لا، هذا التحفيظ طبعا لابد. انا احذر الناس انها تودي ابنائها في اماكن لا تكون تحت عين وبصر الجميع، لانه ما لا اثق انه هيعطي له ايه، ماذا سيدرس له. بس غير التحذير، ووجه كلامي لأولياء الأمر برضو دور ولي الأمر، دور الدولة يعني برضو لازم الدولة يعني تكون موجودة وتحاول بقدر الإمكان أنها توصل للكتاتيب دي. طبعا أي كتاب ليس تحت سيطرة الأوقاف ويكون في مكان يعني في مغلق وليس تحت رقابة وإشراف وزارة التضامن ولا الأوقاف ولا الأزهر، أنا بناشد أي أحد يبلغني عنه وانا مش هقتله. تمام. ولا اغلق هذا الكتاب، لانه حاشا لله ان نغلق دور عباده. هتشوف مين اللي فيه، هتشوف حضرتك مين اللي فيه، لكن سنضعه تحت اعيننا. مفهوم. شكرا جزيلا فضيله الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، شكرا لحضرتك.